حياكم الله إنما كنتم مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم في الموجز الاقتصادي يأتيكم من قناة الرافدين. دعا النائب رفيق الصالحي إلى وضع سعر أقل من الأسعار الحالية للنفط والمطروحة في الأسواق العالمية كي لا يكون هناك عجز كبير في الموازنة. وقال الصالحي إن أسعار النفط يتم تقييمها بأقل من السعر الحالي الموجود لكي لا يكون هناك لغط اقتصادي حول الأمر وبالتالي يتسبب بتعطيل الموازنة، لافتا إلى أن هذا ما تم العمل عليه خلال كل الدورات الحكومية في السنوات السابقة. كما طالب الصالحي بتمرير قانون الموازنة على اعتبار أن الكثير من المشاريع والأعمال المهمة متوقفة على هذا القانون بحسب قوله. انتقد خبراء اقتصاديون تخصيص 19% من الأموال أو من أموال الموازنة للجانب العسكري على حساب قطاعات التربية والصحة والتعليم. وبحسب الخبراء فإن الزيادة الكبيرة في النفقات التشغيلية ارتبطت بالتخصيصات الكبيرة للأجهزة الأمنية وبلغت نحو 29 تريليون دينار، وبنسبة 19% من النفقات التشغيلية في موازنة 2023، في حين لم يصل الإنفاق الاجتماعي على الصحة والبيئة والتربية والتعليم أو الإنفاق الإجمالي على كل هذه القطاعات في الموازنة إلى 25 تريليون دينار. جدد المتقاعدون مطالبة الحكومة بصرف رواتب أيار المقبل مع عيدية مجزية قبل انتهاء شهر رمضان. وأشار المتقاعدون إلى أن حلول العيد يتطلب توفير وتهيئة بعض المستلزمات الأساسية التي تحتاجها عوائلهم، مطالبين الحكومة بالالتفات لأوضاعهم وإنصافهم والإعاز إلى دائرة التقاعد المباشرة بزيادة الرواتب التي لا تكفي لسد المتطلبات اليومية ونفقات العلاج وغيرها من الأمور الطارئة التي يواجهونها، مؤكدين أنهم ينتظرون منذ سنوات زيادة الرواتب التي وصفوها بالبائسة. كشفت لجنة النفط والغاز والثروات الطبيعية النيابية عن توقف ميناء خور العمية في البصرة بشكل نهائي بسبب عدم تنفيذ مشاريع تأهيله. وقالت اللجنة إنها زارت محافظة البصرة في وقت سابق ولاحظت توقف ميناء العمية بشكل نهائي، في حين أنه كان من المفترض تنفيذ خطي أنابيب ليتمكن العراق من رفع إنتاجه النفطي إلى 6 ملايين برميل في حال الموافقة على ذلك من وزارة النفط. أفادت غرفة تجارة الأردن بأن العراق جاء أولاً بين البلدان الأكثر استيراداً للبضائع التجارية من الأردن خلال الربع الأول من العام الحالي. وقالت الغرفة إنه تم تصدير بضائع وسلع لبلدان عربية وأجنبية خلال الربع الأول من العام الحالي بنحو 285 مليون دينار مقابل نحو 197 مليون دينار للفترة نفسها من العام الماضي، مضيفة أن العراق جاء أولاً بأكبر الدول العربية استيراداً من الأردن من حيث قيمة السلع المستوردة خلال الربع الأول من العام 2023 حيث بلغت 117 مليون دينار. والآن هذه انتقالة سريعة مشاهدينا الكرام إلى أسعار صرف العملات الأجنبية وأسعار المعادن.
نهاية الموجز الاقتصادي بأمان الله.